هو إيه اللي كان قبل المحدود ما يكون موجود؟ هو ينفع المحدود يخلق محدود زيه؟ أو حتى يعمل أو يقلد حاجة شبهه؟ لازم اللي يخلق المحدود ما يكونش ليه أي حدود. قبل كل حاجة كان، من بداية الزمان، قبل الأفلاك والأكوان، هو الوجود والتاريخ كمان. هو مين؟ قبل كل شيء، اسم من أسماء المسيح قبل كل شيء. بيقول الكتاب الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل، كولوسي 1:17. يقصد هنا أزلية المسيح قبل كل شيء. لاحظ أنه هنا ما استخدمش الفعل الماضي، قال الذي كان قبل كل شيء، لا، قال الذي هو، يعني مستمر قبل كل شيء. صيغة الحاضر هنا غالبا ما بيستخدمها الكتاب المقدس عشان يشير لصرمدية الله. مثلا يقول الرب يسوع: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، في يوحنا 8:58. الرب يسوع أزلي وموجود قبل وجود أي خليقة تانية. ما تنساش أنه هو الخالق. في عدد تاني تأملي مبني على العدد اللي بعده اللي في كلوسي 1. ممكن أنه الاسم يشير لمركز المسيح السامي والشريف، ليه في المقام ده كل كرامة وسلطان وجلال وبهاء ومجد. فما فيش حاجة أو شخص يتقدم على المسيح، هو المتقدم في كل شيء. كولوسي 1:18. نيجي للجزء الثاني من الآية ونعتبره جزء من الاسم: وفيه يقوم الكل. فهو زي ما بتعلن الآية، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، في يوحنا 1:3. هنا بيشير كمان إلى أن هو بيحمل الكون، هو مصدر حركة الكون الدائمة، بمعنى تماسك الأشياء وترابطها ببعض وعدم انحلالها، يعني هو الضابط ليها. مش هو ده اللي بنقوله في قانون الإيمان، ضابط الكل؟ وهو أساس وجود الخليقة، وهو أساس عدم فنائها. الله بيعلن في سفر إشعياء: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء؟ لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. إشعياء 40:26. الكتاب بيقول عنه: حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فارتباط الخليقة وعدم خروجها عن النظام المعد ليها هو فعلا بكلمة منه. هو اللي يقدر يضبط مسارات النجوم والمجرات والشمس والأقمار والكواكب. تعالوا نبص للمجموعة الشمسية أو للمجرات السماوية الهائلة، وزي إنها بتدور في نظام عجيب يفوق إدراك العقول. من بداية الخليقة لغاية دلوقتي ما حصلش أي خلل في نظامها المتناهي الدقة. حتى أثناء حياة الرب يسوع على الأرض كان هو المتسلط على القوانين اللي بيعمل بيها الكون بانتظام عجيب. نقدر نسمي الجزء الكتابي الموجود في الاسم ده اللي هو قبل كل شيء، اللي هو من أول كولوسي 1:15 لغاية 20 تقريبا، ممكن نسميه نشيد أنشاد العهد الجديد، من روعة اللي اتقال فيه عن الرب يسوع. الله عايزنا عن طريق الاسم ده اللي هو قبل كل شيء إننا نمرة 1 نسبحه على المركز السامي بتاعه، نمرة 2 نثق إن كل شيء في حياتنا يخضع لثلاث أشياء: محبة الله، قدرة الله، توقيت الله. تعال يا صديقي نثق فيه، تعال نثق فيه ثقة عمياء، نثق في حكمته، نثق في قدرته، نثق في إن هو يقدر يسيطر على الظروف اللي احنا فيها. تعال نسبحه على كده، ويكون تسبحنا إعلان على ثقتنا فيه وفي تسديد كل احتياجاتنا. المسيح معاك.